زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلوا. أشجار التين من الأشجار اللي تصاب كثيراً جداً جداً بالآفات. هناك ملاحظات يتعين علينا الوقوف عليها قبل زراعة فاكهة التين. بدايتي كانت في حديقة المنزل. سوقنا محتاج لهذه الفاكهة. السلام عليكم، وخير أرض وبستان يزينه نخل وتين وفيه الكرم مغروس. هذه الكلمات الشعرية الجميلة قالها الشاعر العماني راشد بن خميس الحبسي في عام 18 ميلادي، وهذه دلالة على مدى ارتباط الثقافة العمانية القديمة بحب فاكهة التين. لذا خلونا في هذه الحلقة نتعرف حول هذه الفاكهة وطرق تربيتها واستثمارها. ما يميز فاكهة التين أمران. الأمر الأول إنه متحمل لكثير من الإجهادات الحرارية اللي موجودة في بيئتنا، وكذلك يتحمل العطش وارتفاع ملوحة التربة بسبب جذوره الممتدة المتشعبة النشطة اللي من شأنها امتصاص العناصر الغذائية والمياه اللازم لنمو هذه النبتة. الأمر الثاني سهولة مكاثرته. هنا نقف عند هذه النقطة لأنه يعتبر محطة لتعليم أبنائنا طرق الإكثار الخضري. فعند تقليم فاكهة التين تستطيع الحصول على أكثر عن 200 قلم. كل قلم تستطيع أنك تغرسه في الأسس الزراعية وينمو، ولكن بشروط. الشرط هو أن يكون ارتفاع هذا القلم من 25 إلى 30 سنتي، وعرضه من 1 إلى 1.5 سنتي، ويكون من الأقلام الناضجة. كذلك تستطيع الحصول على أكثر عن 100 ترقيدة هوائية، وهذه إحدى أيضا طرق مكاثرة فاكهة التين. وهذا من شأنه صناعة الزراعة وريادة الأعمال. كل ما شرقت علينا الشمس سمعنا عن صنف جديد من أصناف التين، وهذه دلالة على طرق مكاثرة هذه الفاكهة. فإذا كاثرنا بالبذور راح يعطينا صفات وراثية تختلف عن الأم. أما إذا كاثرنا عن طريق العقل أو الترقيد الهوائي أو التطعيم أو الزراعة النسيجية فراح يعطينا صفات مشابهة للأم، وهذه طرق مكاثرة هذه الفاكهة. هناك ملاحظات يتعين علينا الوقوف عليها قبل زراعة فاكهة التين. الأمر الأول قبل زراعة هذه الشتلة في الأرض المستدامة علينا أن نتأكد من خلوها من أهم مرض فطري يعتري الجذور، النيميتودا، واللي هي عبارة عن تعقد في الجذور. هذا النيميتودا لا يمكن لها بصورة سهلة ويسيرة أن تخرج من أراضينا، لذلك مهما كان مصدر هذه الشتلات يتعين علينا كشف جذورها للتحقق من سلامتها. كذلك يتعين علينا زراعتها بعيدا عن أشجار الفاكهة الأخرى بسبب مثل ما ذكرنا شراسة جذورها. النقطة الثالثة هي الاطلاع على كل ما من شأنه تطوير ثقافتنا والنهوض بها فيما يتعلق بهذه الفاكهة من خلال الاطلاع على الموسوعات والمنشورات. أبرز هذه الموسوعات علم بساتين الفاكهة التي أشارت باستفاضة لهذه الفاكهة. خلونا إذن نزرع هذه الشتلة في الأرض المستدامة، خلونا نتعلم فنيات الزراعة، خلونا نتلافى الأخطاء الزراعية اللي يقع فيها بعض المزارعين، خلونا نطور من هذا القطاع وننهض به، خلونا نصنع الزراعة في بلادنا. أفضل المسافات الزراعية لزراعة فاكهة التين تختلف بناء على التجارب الزراعية، ولكن يمكن القول أن أفضل تلك المسافات هي بين الشتلة والأخرى 3 متر، وبين الخط والآخر 4 متر، وهي ما تسمى بالزراعة المكثفة. حلو الزراعة؟ والآن نبتدي في حفر الحفرة، ومبدأ العام اللي دائماً أؤكد عليه أنه مستوى عمق هذه الحفرة أكبر عن مستوى الأصيص الزراعي. بمعنى أنه نحن ما محتاجين نحفر على عمق متر في متر إلا في حالات محدودة. الحالة هي إذا كانت عندنا تربة حصوية، هذه التربة نحتاجين نحن نستبدل التربة الحصوية بتربة أخرى، فهنا محتاجين فعلاً نحفر بهذا القياس متر في متر. أما إذا كانت التربة مثل اللي عندنا
تربة رملية أو تربة رملية طفال، ففي هذه الحالة نحفر بعمق بسيط جدا. يمكن أن نضع في قاع هذه الحفرة السماد العضوي المعالج حراريا، بمعنى أنه لا نضع أي سماد داخل هذه الحفر غير معالج، لأنه المعالج حراريا من شأنه عدم وجود أي بذور لأي آفات أو أمراض، وبالتالي يصير عندنا التلف في هذه الشتلات الحديثة الزراعة. أمر غاية في الأهمية أنه هناك يكون فاصل بين السماد العضوي هذا وبين الشتلة بقياس 2 سمتي فأكثر، لأنه جذور عطني يا كابتن هذا الشتلة، لأنه بمجرد زرع هذه الشتلات تصاب بالإجهادات، فما بالك أن تصاب بإجهادات حرارية بسبب السماد العضوي. نقوم بفتح هذه الشتلات، ولكن بعد التأكد من جفاف التربة الموجودة داخل هذا الشتلات حتى لا تتكسر هذا الشتلة، وبالتالي يحدث تمزق للشعيرات الجذرية. نفتحها من القاع أولا، ويمكن أيضا نفتحها بعد ذلك في المنتصف. كابتن تعال ساعدني، انت شاطر، امسك شتلة، أيوة كذا نفتحها من هنا. تتعلم تزرع؟ تحب الزراعة؟ زين، علي نفتحها من الأسفل. بعد ذلك الحين هذه هي الشتلة يا علي، شوفها فيها شيء؟ فيها مرض؟ فيها أي تورمات في الجذور؟ لا، بمعنى أنها شتلة سليمة. إذن يمكن في هذه الحالة زراعة هذه الشتلة، نتأكد من وجود 2 سمتي فأكثر حتى ما تصيب الشتلة أي إجهادات حرارية. شوف يا علي تعال ساعدني، مستقيمة، لابد أن تكون هذه الشتلة عمودية مستقيمة، ما فيها أي انحناءات بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، تكون بشكل جيد. على بركة الله غرسناها في هذه التربة. نضغط حوالي الشتلة، ما نضغط مباشرة عند جذع الشتلة، لأنه هذا يؤدي إلى تمزق تربة الشتلة. بعد ما خلصنا من زراعتها نريها رية غزيرة. في نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالأسمدة المعدنية، مثل هذا عندنا السوبر فوسفات الثلاثي المحبب، هذا عندنا الهيوميك أسيد، هذا أيضا عندنا الأم بي كي 15 15 15، وأخيرا عندنا الكبريت الزراعي. هذه الأسمدة المعدنية متى نلجأ إليها؟ نلجأ إليها إذا كانت زراعتنا زراعة تجارية، إذا كنا نريد محصول سريع النمو، محصول عالي الجودة، نتجه إلى هذا الاتجاه. لكن إذا كانت زراعة منزلية، إذا كانت زراعة في مزارع غير تجارية، فدائما نحن نشتغل على السماد العضوي المعالج حرارية. في أيضا طرق أخرى لزراعة فاكهة التين، واللي هي عن طريق زراعة المصاطب، على اعتبار أنه أرضنا قلوية حتى أن نتلافى الإجهادات الملحية الموجودة داخل التربة فنزرعها داخل مصاطب. ولكن هذه الاتجاهات إذا كنا نتكلم على كميات كبيرة. عموما بعد ما نغرس هذه الشتلة يمكن أن نضع كميات غزيرة من المياه، وأيضا نقوم بتقريب خطوط الري بالتنقيط، يكفي خطين فقط على جانبي هذه الشتلة بمعدل لا يقل عن 4 نقاطات، وبمعدل تدفق لا يقل عن 8 لتر في الساعة. وأيضا ننتظم في الري بمواعيد وبكميات ثابتة لمدة شهر. نقطة مهمة فيما يتعلق بالزراعة داخل المظلات الزراعية مثل هذه الموجودة أمامنا، النت الأبيض اللي يمنع دخول كثير من الآفات الحشرية والعناكبية، وبالتالي عدم استغراق جانب كبير من التكاليف المالية في حماية هذه الأشجار من تلك الآفات. نقطة مهمة، بعض المزارعين يقوم بعمل مظلات زراعية بنسبة ظل عالية، هذا يؤدي إلى استطالة النبات وعدم وجود أي إثمار، استطالته عالية بدون وجود أي إثمار، وهذا تعتبر من الأخطاء الزراعية اللي على المزارعين انتباه عليها. النت الأبيض نسبة نفاذية الضوء تصل إلى 80%، وهي مناسبة جدا للزراعات مثل فاكهة التين. هذا الشاب مثال رائع لاستثمار الوقت، ففي زمن جائحة كورونا استثمر وقته في زراعة شتلات التين، شتلة ثم شتلتين، حتى أصبح المكان
تبارك الرحمن ما فقط اكتفى بهذا الأمر، إنما انتقل أيضا لمعرفة الآفات والأمراض ونقص العناصر اللي تعتري هذه الشتلات. بعد ذلك أوجد سعادة أخرى لنفسه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأ ينشر الثقافة الزراعية عبرها، حتى أصبح واحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي يهتم بنشر الثقافة الزراعية لشتلات التين. داود كديس شخص يستحق أن نقف معه ونتعلم منه، فتابعونا. أنا كنت في البداية ما توقعت إن الأشجار تصاب بأمراض، توقعت بس تعال وازرع واسقي والأمور طيباتي، ما توقعت إن تصاب بالكثير جدا جدا من الآفات. هذه واحدة من الآفات، وهذه حاليا نحن قمنا بعملية الرش. هذا حشرة يسمى حشرة تريبس، وانت تعرفها الأخ إبراهيم، حشرة تريبس تصيب وتضيع عليك ثمار. حتى شوف 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 الإصفرار في الشجرة إصابة، فلازم الواحد كمزارع أنت تميز الإصابة اللي عندك وتقوم بعملية مكافحتها بعدة طرق. حال مكافحتها عندك أخطر آفة ممكن تصيبه اللي هي النمتودة. نمتودة تعقد الجذور، يعني هي في التربة، في التربة إذا دخلت عندك نمتودة تعقد الجذور ما ممكن تطلع المزرعة، صعبة من أصعب الآفات. لذلك الوقاية خير فيها من وش؟ من العلاج. من العلاج أصعب الآفات اللي ممكن تهاجم فيها اللي هي العناكب، العناكب الأكروسية. العناكب الأكروسية وتصيب أكثر شيء أشجار التين في فترة الصيف، تنشط في فترة الصيف، ولذلك أنت لما تقوم بعملية مكافحتها وخاصة في فترة الصيف لابد أنك ترش، وترش بعد 4 أيام، لأن أغلب المبيدات تقتل فقط الأمهات أو الأطوار الثلاثة إن صدق التعبير، وتبقى البيوض. البيوض بعد يوم يومين تفقس. إذن طبيعة المكافحة متعلقة بالأمهات وبالبيوض. الأمهات اللي هي الأطوار الثلاثة تقتلها المبيدات، لكن تبقى البيوض. البيوض راح تفقس بعد يوم يومين، أنت بعد 4 أيام ترشها، أنت قضيت على أيضا اللي فقس من البيوض وما وصل إلى مرحلة ويش إنه يقوم بعملية البيض البلوغ. الأخ داود أريدك تعرفني على أفضل مرحلة لمكافحة ذبابة الفاكهة. أيوة، عشان نعرف أولا ذبابة الفاكهة، ذبابة الفاكهة تنشط في فترة الربيع وفي فترة الخريف، في فترة اعتدال الأجواء. يعني تتعب في فترة الصيف وكذلك في فترة الشتاء القارص أيضا تتعب، ولذلك أفضل وقت للمكافحة قبل بداية الربيع أنت تبدأ تكافح. وطبعا المكافحة يا عن طريق المصايد الفرمونية ويا عن طريق اللي هي المبيدات الحشرية الخاصة حالها. لكن الشيء المهم أنت إذا سويت المصايد الفرمونية ما تكون أيضا موجودة في الشجرة. المصايد الفرمونية في الغالب فيها ريحة الأناث، فتجذب الذكور. جذبك للذكور في الموقع قد يجذب أيضا أناث أخرى وقد لا تدخل في المصايد هذه. إذن وين خليهن؟ بعيدة، حتى ب200 300 متر عن الأشجار اللي أنت تقصدهن. الأفضل بيكون بهذه الطريقة بالنسبة لهذه الفاكهة، والأفضل أنك تكافحها في الفترة هي اللي فترة فيها الأجواء طيبة، أما في عز الحر فهي غير نشطة. وإذا استخدمت مكافحة الكيميائية متى أرش؟ يفضل في رش ذبابة الفاكهة قبل الغروب، في فترة قبل الغروب، لأنه يجلس وقت طويل جدا المبيد مفعولة في فترة الليل، فيكون مفعولة طويل جدا. كذلك لتجنب النحل، النحل كثير جدا يعني تلقاه موجود ويمكن يتسبب بمشاكل المبيد. بالنسبة للثمرة لما تنفلق إيش السبب؟ تفتح الثمار في أشجار التين له كثير من الأسباب، لكن أكبر سبب هو كثرة الري. كثرة الري. كذلك عدم الانتظام في الري. إذا أنت غير منتظم في الري، واللي يعني تسقي اليوم 3 أيام، تسقي بعد يومين، بعد عدم الانتظام في الري أيضا واحد من الأسباب. نحن نعتقد طير يعني. لا 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 لا، تفتح الثمار له هذه الأسباب. شيء سبب آخر بعده التغير في درجات الحرارة في اليوم الواحد بفارق كبير. يعني تلقى الصباح درجات الحرارة منخفضة، في فترة الظهر ترتفع بفارق كبير، أحيانا 15 درجة 20 درجة. هذا واحد أيضا من الأسباب اللي ممكن يفتح في ثمار أشجار التين، وما كل الأصناف تتفتح، بعض الأصناف حقيقة تتفتح. المزارع يعقوب الرقيشي استطاع تحقيق دخل مادي حقيقي من خلال استثمار قطعة أرض زراعية اللي تبلغ مساحتها 1000 متر
مربع، وأيضا استطاع الوصول إلى تجارب زراعية قللت من المصاريف التشغيلية، تجربة زراعية أخرى تستحق الاستماع إليها. حصلنا على الأرض، جهزنا هذه الأرض، بدأنا بالزراعة، والحمد لله رب العالمين مثل ما تشوف نجحنا. الحين هذه مساحتها كم؟ هذه مساحتها حوالي 1000 متر مربع. استثمرنا أرض ثانية بمساحة أكبر، والحين قايمين بالعمل فيها. ذكرت 1000 متر مربع. نعم. كم عدد الشتلات اللي فيها؟ ما يقارب 80 شجرة. من 80 شجرة انتقلت إلى أرض تستثمرها؟ إلى أرض نستثمرها. بلغة أرقام، من 80، من 1000 متر مربع وعندك 80 شتلة، خلينا نتكلم إيش هو العائد المادي؟ هناك مدخولين في هذه الشجرة، اللي هو مدخول تشتيل ومدخول جني الثمار. طبعاً لما يكون عندك جني ثمار مع مدخول اللي هو التشتيل، ما يقارب 1000 ريال تحصل يعني في الشهر. أنت الحين نظرتك للأراضي الزراعية أعتقد أصبحت نظرة مختلفة. نعم. يعني لما تشوف أرض زراعية متروكة ينتابك نوع من الأسف والحسرة. نعم نعم، صحيح صحيح. أنا شجعت كثير من المواطنين، من الشباب، على أساس زراعة هذه الشجرة المباركة. طبعا هذه أحد طرق للتخلص من بعض الآفات، اللي هي التخلص من الأغصان المصابة وكذلك من الأوراق المصابة. شلينا هذه الأوراق، تخلصنا منها، كذلك نظفنا المكان زين. بدل تجيب مبيد وترش وتتم تعالج هذه واستخدام المبيدات بشكل كبير، بعض الآفات تأخذ وقت طويل على أساس أنك تتخلص منها، يمكن شهر، مثل العناكب هي تأخذ وقت طويل زين. هذه الطريقة ما تأخذ عليك غير يوم واحد فقط أنك تتخلص من هذه الأوراق، تتخلص من هذه الأغصان، وترش الشجرة مبيد مناسب. إذا أنت كسبت في ذلك الوقت والجهد، والجهد، وأيضا قللت من استخدامك للمبيدات. وفرت. وفرت نعم. إنزين بعد أسبوع بتحصل هذه الأغصان طلع لك يعني نموات حديثة غير مصابة، مثل هذا. سليمة. سليمة نعم، سليمة. وبتصبح بحلتها. بحلتها الجديدة. المزارع ماجد الرحبي يريد يعلمنا طريقة مكاثرة التين عن طريق الترقيد الهوائي، خلونا نتعلم وياه. هذا الصنف ايش هذا؟ هذا العماني الأسود. طالما كان العماني فانا احنا نحتاج ان نكاثره. هذا العماني الاسود اللي هو القديم. علمني طريقه المكاثره بالترقيد الهوائي. ان شاء الله ما يهمك. فنعمل على هذه. في البدايه نشيل الاوراق، ازاله اللحاء من الجهتين. من الجهتين. فهذا شو هذا الابيض اللي يطلع منها؟ هذا مفيد. هذا مفيد لبعض الامراض، هذا منه فوائد. عملته بهذه الطريقه. نعم. هل في مسافه منصوح بها؟ ما في مسافه. هذا الكيس عادي، اي كيس؟ اي كيس. هي ايش داخل هذا؟ هذا الكيس سماد. هذا السماد. هذا سماد. هذا سماد. هذا سماد. وايش نوع السماد؟ هذا بوتينج سويل، اسمه بوتينج سويل. ولكن في الترقيد هو ما يعتمد على نوعية السماد، يعتمد على احتباس الرطوبة داخل الكيس. فالسماد هذا مجرد إثبات الجذور داخله. بمعنى أن نحط فيه كمية مياه قبل أن نستخدمه. قبل أن نستخدمه، لأنه هو يعتمد تقدير على الرطوبة الداخلية. الحين تقصيته جزء منها. جزء منه. إيش بتسوي بها الحين؟ هذا الحين ندخلها مكان مكان القص. هذا مكان القص. هذا شو؟ ايوه ثبتها الحين. ثبتها الحين. ايوه. وهذه العمليه تستغرق بين 25 ل 30 يوم. هذا
خلاص نتركها الحين. هل محتاج اني ارويها او شيء؟ لا ما يحتاج. طيب الحين مضى علينا 25 يوم، ايش بيكون بعد 25؟ ايش المعاملات الزراعيه؟ بيكون هنا تقذير. هذا القذور؟ هذا قذور. هذا بعد 25 يوم؟ بعد 25 يوم. طيب ايش بعد؟ ايش نسوي الحين من المعاملات الزراعيه؟ الحين هذا بنقص من هنا الترقيد. خلينا نقصه ان شاء الله. هذا ترقيد، شوف ما شاء الله المسافة بين القطع والترقيد، هل في منصوح بها مسافة معينة أو أي مسافة؟ لا لا أي مسافة، أي مسافة، فيفضل أصغر مسافة تكون. هي الحين بنحط هذا في القص الزراعي ونحطه مدة بين أسبوعين لثلاثة أسابيع. خلاص إن شاء الله. القذور كثيفة معناته إنه ترقيد ممتاز. ممتاز. يكون ممتاز. فهذا الحين شوف. تربة خفيفة هذه. تربة خفيفة. نخليه في حدود أسبوعين. بين أسبوعين إلى ثلاثة. فهذا نحط شوف هذه ونثبت عليها التربة. بالنسبة للري كثر مو أرويها وهي على القصص الزراعية. بين يومين لثلاثة أيام. هذا في الشتاء وفي فرق بين. الشتاء في فرق بين الصيف والشتاء. وبين الشمس مكان فيه مشمس وفيه مكان فيه ظل، فيعتمد الري على جفاف التربه وليس بالايام. بالنسبه للاوراق هل ازيلها او انه ما يشترط؟ ما يشترط. ما يشترط اذا كان عندك التقدير ممتاز. هل يحتاج؟ ايوه اذا كان تقدير ممتاز ما يحتاج تشيل الاوراق. وبالنسبه للغطاء البلاستيك ما يحتاج، لان هذا اذا كذا هي جاهزه، لان هي جاهزه فيها تقدير. هذاك الغطاء فقط يستخدم في التعقيد. يختلف موعد تقليم التين بناء على صنفه، فبعض الأصناف تقلم في شهر 8 و9 وبعض الأصناف تقلم في شهر 2 و3، كما هو الحال في الأصناف العمانية المحلية التين الأسود والتين الأبيض. أما عن أنواع تقليم التين فهي ثلاثة: تقليم التأسيس واللي يكون على ارتفاع من 60 إلى 80 سم، لما نقلم تظهر بعض النموات تنتخب منها 3 إلى 5 واللي نسميها بالأفرع، تكبر حد ما تصل إلى طول 50 سم فنعيد تقليمها تطلع فيها عدد من النموات ننتخب منها 2 إلى 3 واللي نسميها بالأذرع، وبهذه الطريقة تتشكل شتلة التين على شكل نصف كروي. أما التقليم الثاني فهو تقليم الإثمار واللي يهدف إلى إزالة الأذرع التي سبق لها الإثمار نتيجة لاستنفادها طاقتها من الكربوهيدرات. أما التقليم الثالث فهو تقليم التجديد واللي يهدف إلى إزالة التلف الذي لحق بشتلة التين أو العكس. أعزائي المشاهدين، أنا الآن في ولاية منح، بالتحديد في منطقة العويقة المشهورة بتربتها الخصبة وبيئتها المناخية الجاذبة للزراعة. أنا الآن في أحد المزارع اللي ضم أكثر عن 500 شجرة من التين، نلتقي فيها مع خليفة شكيلي اللي استثمر وقته وماله وجهده بعد التقاعد وشكل له مصدر دخل. قصة زراعية ملهمة تستحق المتابعة. الأصناف المتعارف عليها طبعا البراون تركي وهو صنف تجاري، وعندك تين قاسم السوري والأسبان الأصفر والأسبان الأسود بالإضافة إلى الأسبان الأخضر. هذه الأصناف اللي الناس يعرفوها وزارعينها داخل بيوتهم. أما الأصناف الجديدة اللي الحين دخلت حديثا ويعني نالت نجاح كبير، سبيل المثال اليولو لونج نك، الديلميتا، لونج دي أوت، بالإضافة إلى الشتو المغربي، وأيضاً السي دي اي الحين تحت التجربة ما شاء الله أمورهم طيبة. وبالنسبة للاستثمار، يعني أنه في جوانب أو أصناف من التين ربما تحتاج إلى تصدير إلى وقت، يعني حتى أنها ما تخرب بين القطاف وبين وصولها إلى المستهلك، فأي الأصناف اللي تنصح بها في هذا الجانب؟ اللي أنصح فيه كتجاري هو البراون تركي، متحمل للتخزين وفي نفس الوقت يعني
جودة كبيرة فيه. وإذا بغينا نتجه إلى التين المجفف، لأنه حسب ما فهمت أنه هذا جانب كبير من جوانب استثمار التين. نعم، بالنسبة للتين المجفف يستخدم في صناعة الحلوى ويستخدم في صناعات كثيرة، وأيضا يضاف له يعني زيت الزيتون شفاء فيها أيضا. وش الأصناف اللي بإمكانها تصل إلى التين المجفف؟ التين المجفف عندك تين ديانا بالإضافة إلى الغدان المغربي والأسباني الأصفر. يا مزارعنا المبدع، أنا بعمل لك الآن تحدي. نعم. إنك تميز من ثمار هذه الفاكهة أصناف. أمامي وأمام المشاهدين الكرام إن شاء الله. يلا بسم الله. بالنسبة لهذا الصنف، هذا هو الأسبان الأصفر الجامبو، وهذا الصنف اللي هو القشرة ماله تختلف عن القشرة في الأسبان الأصفر، هو تين قاسم. إذا الحين التمييز الألوان متشابهة، ولكن سمك القشرة هو المختلف. سمك القشرة وأيضا من الداخل. لو رحنا لهذا الصنف، هذا هو صنف تين الكمثري الجبل الأخضر، هذا تبعنا وللعلم يجي أحجامه أكبر من كذا ما شاء الله، من الأصناف الصيفية. لو رحنا هنا للبراون تركي، وهذا هو يسمى شيخ التين، هذا كبير ما شاء الله، ما شاء الله أحجام دقيقة أكثر من كذا، ومن الأصناف الشتوية طبعا. شيء بعده هنا؟ لا، هذه نفسها تكون. أيوة، بس في اختلاف في الثمار بين الصغير والكبير. ما شيء، خلاص نفس المتشابهات. متشابهات. إذن ثلاثة أصناف. ثلاثة أصناف، اللي هو الكمثري، الجبل الأخضر، وتين البراون تركي، وقاسم. زين، أنا الحين باغنك تعلمني أيضا هذا، قلت عنه شيخ التين. نعم. إنتاج الشجرة الواحدة كم يوصل؟ يوصل لأكثر من 100 كيلو. 100 كيلو في السنة؟ في السنة، في أكثر من 100 كيلو في السنة في الإثمار. أيوة. يصل الحين احنا كسبنا منها الثمار. نعم. ماذا عن العقل؟ لو جينا حال هذه الشجرة للعقل، يمكن تقدر تطلع منها فوق 200 عقلة، وتقدر تطلع منها فوق 200 ترقيدة. هذا شجرة مباركة. شجرة مباركة تستفيد منها من الثمار ومن العقل، ومن العقل ومن الترقيدات الهوائية. تجارة التين رائقة، وإنه الجميع يحصد ويبيع، بمعنى إنه العرض زاد، ولكن الفيصل في طرق الوصول إلى المستهلك الأخير من خلال التسويق الجيد. الوالد سعيد الهنائي وصل إلى الزبائن من خلال السياحة الزراعية، طريقة ملفتة تستحق الوقوف عليها والاستماع إلى تجربته. الوالد سعيد، أول ما وصلت إلى ولاية بهلة استعلمت أنك عندك مفهوم جديد للزراعة، مفهوم السياحة الزراعية، فزين أنك تطلعنا عليها. والله هي سياحة زراعية عملناها بعد ما عانينا في بيع المنتوج. يجي الشخص لحاله يقضي هو وعائلته، هي سياحة وهي مشترى، وهي يعني مثل ما تقول يعني تعليم للأفراد للجيل القادم إن شاء الله. وهل تستمتع أنت بمشاهدة الزبائن وهم تغمرهم السعادة طبعا بقطف هذه الفاكهة؟ لما تشوف مثلا طلاب المدارس يجوا عندنا وفرحانين مثل العصافير بينهم وبينها، فهذه وحدها يعني وحدها يعني ناتج يعني 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 يحمل له. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. من اسمك؟ خطوم من سالم مطر هنا. ما شاء الله، يا دائما دخل هذا المكان؟ ايوه هذا المكان رائع. جيت تقطف؟ ايوه وقت الثمار. وقت الثمار؟ ايوه. تقطف تين وتقطف باقي الاشياء مثل التين والخيار والفراوله. تستانس يعني تقو وتقطف؟ ايوه. وتتعلم؟ اتعلم كيف اشكال كيف زرعا. ايوه. في المستقبل تسوالك زراعة مثل والد سعيد؟ هذا أكيد، لأن الطبيعة أحلى شيء. الوالد سعيد، نعم، إيش يدعوك أنك تزرع داخل بيوت محمية تعرف تكاليفها مرتفعة؟ فهل هناك في هدف معين من هذه الزراعات فاكهة التين داخل هذا؟ هو الهدف أول شيء كتجربة،
عشان نقارن بين وين الاقتصاد اقتصاديا برا ولا داخل. فهو انتاجيا داخل بيكون مع تكلفة الكهرباء بيكون في اقتصاد، لأنه نوعيته على حسب التجارب الحين الأولية ممتاز. برا هو زين، لكن برا بيكون في مراحل، في شتاء وصيف ما بيكون فيه، هنا مستمر أربع يعني كل الأيام على مدار على مدار السنة على مدار السنة على مدار السنة. هناك ما بيستمر برا، لأن يعني يضيع عليه ظروف الصيف والبرد والشتاء يأثر عليه. في الأقوال العمانية المأثورة قولهم ترد من تينها وعنبها وحاتم على بابها، أي كصاحب المزرعة الذي لا يجد من بستانه شيئا، لأن حاتم هو الذي يحرص، وحاتم من شدة كرمه على الناس لم يبق شيئا لصاحبه. وهنا إشارة بل ودلالة قاطعة على كرم المزارع العماني عند حصاد زرعه.